تفضل استاذ علي. نعم استاذ وليد، انا اللي رجعت اتصال ثاني بك استاذ وليد. نعم، كيف نقيم الصلاه واحنا ركوع؟ استاذ وليد يعني هاي مقطوعه، يعني ما لها جواب، شلون لها جواب؟ هي ايه كامله، ايه كامله مفطره، والذين يقومون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون، هاي ايه كامله. طب ممكن حضرتك ممكن تقول لنا الان؟ نعم. لو جاءك احد الشيعه طلاب وقال لك: نعم. يا سيادة المعمم، أنا مش معمم من عامي، قال لك يا سيادة العامي، الآن الآية فيها تزكية لمن يقيم الصلاة وهو راكع، فكيف نقيم الصلاة ونحن ركوع؟ هتقول له إيه؟ أقول له قيم الصلاة والصلاة بها ركوع وسجود. لا، وأقيم الصلاة الذين يقيمون الصلاة وهم إيه؟ ويؤتون الزكاة وهم إيه؟ راكعون. يبقى الحال هنا، حالهم هنا، الحال هنا وهم ركوع، صح؟ يبقى المفروض اننا دلوقتي الله عز وجل، اسمعني بس، اسمعني، الله عز وجل زكى من يقيم الصلاة وهو راكع. الآن علمنا خلاص، هنمشي معاك الآن، ودي ضربة جامدة يا اخوانا، ان شاء الله ركزوا فيها. الآن لو مشينا معاكم وقلنا لكم ان علي بن ابي طالب اتى الزكاة وهو راكع، صح كده؟ صح، أتى الزكاة وهو راكع. إذن كيف أقام الصلاة وهو راكع؟ بوم أستاذ وليد، لا بوم ولا أبد، يعني هاي الزكاة واحد، الزكاة واحد عن الصلاة يا باشا، الزكاة منفصل عن الصلاة. الآن إذا قلنا، الآن إذا قلنا أن علي بن أبي طالب دفع الزكاة وهو راكع، فكيف أقام الصلاة وهو راكع؟ هذا تصدق وليس زكاة. يا عم تصدق يا سيدي، يا سيدي تصدق، تصدق وهو راكع، فكيف أقام الصلاة وهو راكع؟ الآية تقول الذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. حلو، الذين يقيمون الصلاة. الآن معلش، الآن الصلاة منفصلة عن الزكاة أم لا؟ نعم أستاذ وليد. حلو، الآية تزكي، الآية تزكي الذين يقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فالزكاة منفصلة عن الصلاة، صحيح؟ لحد هنا صحيح؟ نعم. حلو، الآن أنتم تقولون أن علي بن أبي طالب أتى الزكاة وهو راكع، صح؟ صحيح. حلو، الآن الصلاة بقى، نروح للصلاة. الآن الذين يقيمون الصلاة وهم راكعون، وهم راكعون، زي يؤتون الزكاة وهم راكعون، فكيف علي بن أبي طالب أقام الصلاة وهو راكع؟ أقام الصلاة وأتى بالركوع. لا إله، أقام الصلاة وأتى بالركوع، هي دي جديدة؟ طب ما كلنا بنصلي وبنأتي بالركوع. والذين يتون والذين والذين يقيمون الصلاة، هنا تزكية، والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. علي بن أبي طالب أتى الزكاة وهو راكع، فكيف أقام الصلاة وهو راكع؟ نعم، يقول لك يعني أتى الزكاة وهو راكع، تصدق يعني أتى الزكاة وهو راكع، تصدق. يا سيدي خلاص، احنا خلاص تركنا الزكاة دلوقتي، خلاص الآن علي بن أبي طالب أتى الزكاة وهو راكع، ولكن كيف أقام الصلاة وهو راكع؟ الصلاة هي قائمة، الصلاة وهو راكع. يا باشا ما فيش حاجة اسمها إقامة الصلاة وأنت راكع، ما في حاجة اسمها إقامة الصلاة وأنت خاضع خاشع لله لكن مش راكع. هديك دليل، هديك دليل. هل يجوز لك أن تقول لأحد الطلبة، اسمعني بس، هل يجوز لك في اللغة العربية أن تقول لأحد الطلبة: أيها الطالب أقم الصلاة وأنت راكع؟ نعم، لأن الركوع هو ركن من أركان الصلاة. أقم الصلاة وأنت راكع، أقم الصلاة وأنت راكع، أنت فهمتها؟ والله ما فهمتها. الصلاة بها إقامة وبها ركوع، لأن من ضمن الصلاة، يبقى إذن هي من ضمن يا أستاذ،
يا أستاذ يعني إقامة الصلاة يعني أداء يا أستاذ إقامة الصلاة يعني أداء الصلاة إقامة الصلاة يعني أداء الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيم لما أنت تسمع الآية التي تقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يعني معناها صلوا وزكوا صح بس هاي ما نزل إلا بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله هي بالعافية هي بالغصب هي بالعافية والغصب الآن لو سمعت أنت حضرتك الله عز وجل في كتاب في كتاب العزيز يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هتفهم منها إيه بغض النظر الآية سيبك من الآية دي خلاص الله عز وجل عندما يقول لنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا فعل فاعل يا أستاذ وليد فعل فاعل هذا فعل فاعل ده فعل وليد إسماعيل مش فعل فاعل ده فعل فاعل خير شكرا ليك يا حبيبي شكرا ليك يا حبيبي شكرا ليك يا حبيب يا ربي بوظوا اللغة العربية أقسم بالله العظيم يعني ولا لغة ولا فهم